صافي ومرحبا بكم معايا مره جديده في نوفيل فيديو في لاشين ديالي. الفيديو ديال هذا النهار غادي تكونوا شفتوا في لو تيتغ، سي 25 فاكت او 25 حاجه كتعلق بيا. بزاف منكم البنات اللي طلبتوا مني تزيدوا تعرفوا عليا اكثر، غاديين وكنزادوا تبارك الله، وكاينين شي بنات جداد اللي مازال ما تعرفونيش مزيان. دونك الاغلبيه طلبوا مني نحل اون دوزيام افاكو، une deuxième FAQ pour l'instant non je pense pas. ولكن قلت علاش لا لي ما نديرش هذا الفيديو، نقول لكم 25 حاجه بالنسبه ليا هي المفروض 50 حاجه، مي 50 جاوني بزاف وما عرفتش واش غادي نلقى لكم اصلا 50. قلت نقول لكم 25 حاجه عليا، ربما تزيدوا تكتشفوا شي حويجات في الشخصيه ديالي وتزيدوا تعرفوا اكثر على هاد البنت اللي كتقسوا تفرجوا فيها وكتعطيوها من وقتكم. دونك بلا ما نزيدو نتعطلوا ندوزو ديريكتومون ل 25 فاكت اباوت. الوغ نبداو تو دو سويت. اول حاجه سيكو سبق لي تبرعت بالدم لجوج ديال الاسباب. اولا انه كيظهر ليا كو سي كيك شوز دو تري نوبل، هذاك الدم اللي كتبرع به ما عرفتيش شي نهار يقدر ينقذ فريمون الحياه ديال شي واحد، يدير لا ديفيرونس وينقذ الحياه ديال شي واحد، دونك على هذا الشيء. وثاني حاجه سي كو كنت خدامه في الدومين ميديكال، يعني كانت عندنا البوسيبيليتي و سيتي اونكور بلو فاسيل. دونك فوالا، دونك سبق لي تبرعت بالدم، و الا جاتني لوكازيون نعاود نتبرع مره اخرى غادي نعاود نتبرع مره اخرى. ثاني حاجه كنفضل الكلاب وما كنبغيش بزاف لي شا، دونك الناس اللي كيعجبوهم لي شا سمحوا ليا، مي كان كيظهر لي ان لو شيان لي بلو فيدال وكيتعاشر مع الانسان احسن من ان شا. ثالث حاجه كنموت على الماكله الحاره، اي كويزين في العالم فيها الحر دقتها، ودايوغ داكشي علاش كتعجبني لا كويزين انديان. جات واحد الوقيته كان ما يمكنش ناكل الماكله الا ما زدتش فيها الهريسه ولا الحر ولا شي حاجه، ودابا خففت شي شويه، مي جيم توجور اوتون الماكله الحاره. رابع حاجه سبق لي تلاقيت دي سيليبريتي وتصورت مع دي ستار، حطيت واحد جوج ديال لي فوتو واقيلا سوغ انستغرام، و لو ريست احتفظت به لنفسي، ومازالين في خاطري دي ستار عرب ومن هوليوود وسورتو من بوليوود اللي مازال باغا نتصور معاهم. خمس حاجه منين كنكون كنتفرج في شي حاجه في شي فيلم ولا سيري ولا وكتعجبني شي لقطه كتجيني سو سويت، ولا البطل كيجيني دار شي حاجه وبنتيتيز ولا ولا المهم فهمتوني شنو بغيت نقول. المهم الا كانت شي حاجه اللي اثرت لاطونسيون ديالي نقدر نبدا نعاود ديك لاسين نعاودها حتى اللي حدايا سوا يضربوني بوساده سوا يحيدوا ليا تيليكوموند سوا يطلع لهم الدم وينوضوا ما يتليوش مفرجين معايا كاع. مي سبق لي عاودت دي سين فريمون بلوس دو 10 فوا جوست باسكو البطل كان تيتيز ولا شي مشهد غرامي اللي اثر فيا بزاف، فريمون حتى نوضت بنادم اللي حدايا كلشي طفش وبقيت غير انا كنتفرج بوحدي. سادس حاجه كيعجبني نتفرج في المسلسلات منين ما يكون عندي ما يدار، والمسلسل اللي كنموت عليه وما عمرو ما يدي موضه عندي هو فريندز. تفرجت لهم لا سيزون الاولى حتى لا سيزون التاليه، لدرجه انني كاينين فريمون شي لقطات اللي حافظه الديالوج فيهم، الا درتي ميوي نقدر انا نكمل لاسين نقول لك شنو كيتقال، تيلمون تفرجت وعاودت وعاودت وغادي نبقى كنتفرج فيه. سابع حاجه ما عمرني تقيت في شي اميسيون ديال التلفازه ولا فكرت ندوز في التلفازه، ولكن مؤخرا ما عرفتش علاش باغا ندفع لي غندي شوبينغ، ما عرفتش علاش جاتني هاد لومبي. دونك سا ستروف نقدر نسجل ويلا اكسبتوني بحال والو نبان لكم في ام 6 في لي غندي شوبينغ، واخا ما كيعجبنيش داك لو كوتي لونغ دو في بير، ولكن جيمري بيان بارتيسيبي كامل. ثامن حاجه سبق ليا نقدت واحد الانسانه ما كنعرفهاش من موت محقق، ما غاديش نقول لكم شنو وقع هنايا اكزاكتومون، ولكن الحمد لله ان ربي دارني في ديك البلاصه في داك لو مومون باش يكتب انني زعما نكون السبب نقد هذيك الروح ديال ديك بنادمه. سيغ لو مومون انا في واحد القاعده ملي كنتحط في شي موقف ما كنتخلعش ولا كنتفعفع ولا جو بير لو كونترول، كنتصرف الحمد لله في هذه القاعده مزيانه، وحتى المهم درت داكشي اللي خاصو يدار، وحتى مشيت للدار عاد كترجع ليا الخلعه وبكيت وسديت على راسي وتاثرت على خاطري ونزلت لا طونسيون، عاد وليت مزيانه، ولكن ابري سي كيك شوز اللي زعما الحمد لله جو سوي فيغ انها وقعت لي في حياتي. تسع حاجه كنتمنى ان شاء الله بحول الله لا كتاب انني نحج في مي ترونتين في العمر ديال الثلاثينات، لان ما نعرف انا تنفضل هكا محد الواحد ما ضمنش عمره ومحد الانسان بصحته، زعما كنتمنى انا امنيتي انني نحج مازال بصحتي
فوالا في مي ترونتين. عشر حاجه الا درتيني في الدار فين ما حطيتيني نقدر نبريكولي بحالي بحال الراجل، نقدر نصبغ، نعلق شي حوايج، ندق المسامر، ندير الا خسر شي روبيني نصايبو، نركب البوطه ديالي بوحدي. جو سوي با دي جونغ لي خاص شي واحد يحل لي البو ديال الكونفيتور ولا ديال ماطيش هاد الحك. جو بو فريمون تو فير في الدار الحوايج اللي يقدر يديرهم الراجل كنديرهم بوحديتي، حيت عشت بوحدي بزاف وتعلمت انني نبريكولي بوحديتي. ومؤخرا كنحاول نتعلم حتى لا ميكانيك ديال الطوموبيلات، نتعلم ليها مزيان مزيان. دونك جو بو بريكولي كوم ان ميك كوم اون غراند في. رقم 11، ما كنبغيش الكذوب، ما كنحملش نكذب وما كنحملش اللي يكذب عليا ولا نتحط في شي موقف اللي فيه الكذوب، سواء من جهتي سواء من جهه لا بيرسون اللي قدامي. ولكن دافي كدير انه دي فوا نقدر نتحط في شي موقف اللي ما نقولش لهذيك الانسان اللي قدامي ديك الحقيقه كما انا يعني جايه في بالي. دونك نقدر ماشي نكذب كذبه بيضاء، ولكن غير المهم ما نقولش داكشي كما انا كنت باغا نقولو بكل صراحه ووضوح. ولكن هذا لا يعني انني غادي نبقى ديك لا بيرسون، غادي نوصل ليه داكشي اللي انا فريمون جو بونس مي بطريقه اخرى بلوس سوبل. يعني ما عرفتش هادي واش تحسب كذبه بيضاء ولا لا، مي سي كوم سا. رقم 12، انا انسانه مانياك لواحد الدرجه فريمون تقدر تعصبني وتعصب اللي حدايا، ولا دي فوا كنكون كاع عيانه ولا ما درتش هذيك الحاجه وديك الطريقه اللي انا باغاها نقدر ما نبقاش جالسه على خاطري ولا ما يدوش عليا الناس. من ناحيه انه مثلا الا كان شي طابلو معوج كيديرونجيني خصني يتقاد، او ليلى الا تركبوا صباط فوق صباط خصني تحيدو ولا ما نكونش مزيانه. الا كان مثلا الريدو ما مقادش كله مزيان هابط وشي جهه تكوانسات في شي بلاصه خصني تحيد. لدرجه انه دي فوا كنكون كنت مشى في الزنقه وكيكون شي واحد لابس مزيان وكلشي وكاينه شي حاجه اللي مضيعه له المنظر، ولا القب ديال الجلابه مقلوب ولا شي حاجه، ما كنترددش نمشي عند لا بيرسون ونقول له يصلح هذاك الشيء، او الا كان مثلا القب نقادو ليها وهذا. دونك جو سوي مانياك كوم سا. وي رقم 13، ما عمرني ما صبغت شعري بالحنة نهائيا نهائيا نهائيا. وما كنبغيش الحنة، ملي كنت صغيرة كنت كنديرها، ولكن من نهار اللي نقدر نديسيدي وكان يعني عندي مشوى ما كنحملهاش وما كنديرهاش، ولا نتجنب انني نديرها في شي موقف غادي نتجنب، ما كنحملهاش. ريحتها كطلع لي راسي كتدوخني كتنوض لي قلبي. دونك انا والحنة ماشي صحاب. رقم 14، منين كنبغي شي حاجه وكنديرها في دماغي خاصني نوصل لها ونحققها بالشي اللي كاين. نعطيكم ان اكزامبل، لدرجه انني واحد المره جا في خاطري انني خاصني ندير داك البلونج، عرفتي منين كتنقزي وما كيطيرش الماء، هذاك ما كنعرفش نديرو وبغيت نديرو. وكنت في واحد البلاصه اللي فيها بيسين بريفي، المهم واحد النهار مغيم والموت ديال السم والبرد، وحلفت انني نديرها. المهم كنطلع ونتلتخ ونطلع ونتلتخ، المهم بقيت هكاك بالسوايع حتى طلعت عندي اختي ولقاتني زراقيت بالبرد وكتقول لي واش تطيتي راكي زراقيتي صافي راك كتعرفي ديريها. قلت لها انه هي كتكذبي عليا، انا حاسه براسي مازال ما كنعرفش نديرها. المهم بقيت هكاك في البرد وفي السم وفي الغيام حتى حسيت براسي وليت شي شويه تنعرف نديرها. المهم ما تقنتهاش مزيان، ولكن اوموان درت شي حاجه. دونك منين كنبغي شي حاجه ما كيهمونيش لي زوبستاكل وما كيهمنيش الظروف، كي خاصني نديرها هي نديرها. رقم 14 ولا 15 ما نعرف، جي اون فوبي كنموت بالخوف من توسكي غيبتي الزواحف والحشرات وداكشي، ما كنقدرش يا ربي تسمح لي الشكل ديالهم كيجيب لي تبوريشه، ما كنستحملش البلاصه اللي يكونوا فيها هما، ما نكونش فيها انا. وزياده على ذلك ما كنحملش لي فيلم دوغور، ما عنديش مع الافلام ديال الرعب، ما ماشي شي حاجه اللي سي با مون كيف، كتبقى لي ديك ليماج في ما بين عينيا ملي كنجي نعس وكيحرم عليا النعاس. دونك الافلام ديال الرعب اوهو اوهو اوهو. رقم 17، ما كنشخرش وما كنحملش النعاس حدا شي واحد كيشخر، واخا ربي يكون فيا النعاس ديال 3 ايام نكون غادي نطيح. الا كان في البيت ولا حدا البيت شي واحد كيشخر وكنسمعو ما نقدرش النعاس، كيجيب لي الله بحال كيشخر لي في وسط مخي لداخل، خاصني يا انا نبدل البلاصه يا هذاك بنادم يبدل الوساده ولا يتقلب ولا ينوض ولا يشوف شنو ندير، واخا ما عرفش شكون يكون. المهم ما نعش وانا سامعه الصوت ديال الشخير. الله غالب زمزم غير يقولوها. المهم انا والشخير با بوسيبل. رقم 19، سبق لي حيت صباطي وتمشيت بالحفه اون بلان بوبليك، مسافه محترمه لا باس بها. سيتي في ان سنتر كوميرسيال مول،
كنت لابسه واحد الصباط ضرني قتلني وبدا كيدير ليا لي زومبول وليت كنوطى على رجلي بحال كنوطى على عيني. حيدت داك الصباط وتمشيت به بكل فخر واعتزاز قدام الناس وكاين اللي كيضحك عليا وكنشوف فيه كيضحك عليا، ولكن تالما عندي الثقه بنفسي صافي ضرني داك الصباط وسام ديغونج با انني نتمشى بالحفا كنشوف فيهم ونضحك معاهم ويوليو يضحكوا معايا ماشي عليا. دونك ما عنديش مشكله من النظره ديال ما عنديش مشكله في النظره ديال الناس من هذه الناحيه. هزيت صباطي في يدي ومشيت شريت دي بالغين عاد لبستهم وقدرت نتمشى في هذاك المول. رقم 20 هو انني تلمو مالادغوات، كنطيح بزاف ونعكل بزاف ونطيح الحوايج بزاف، كتعصبني انا كنعصب راسي. وسورتو مثلا بحال الا كان شي نهار طالع لي الدم ما كنتش مزيانه ولا كانوا لي زغمون ديالي فشي شكل فديك الوقيته، عرفتو مثلا الا كنت حاضره وطلعت وضربت راسي مع شي حاجه مع شي بلاكار ولا نقدر نرد له ديك الضربه نخلف البلاكار الضربه الا ما رديتلوش الضربه كيبقى فيا الحال. دونك عارفه راسي ما غاديش نقصح وغادي نزيد غير نقصح راسي، مي الا ما رديتها بغي باش نبرد شي شويه على خاطري خصني نرد له ديك الضربه. و جو سوي كوم ساوي، انا من لو جونغ اللي نقدر ندبز مع حوايجي وندبز مع عند الكوزينه عادي جدا الا ما كنتش شي نهار هي هذيك. منين كنت في لي زيتازوني مشيت مع واحد الجروب دامي لان كونسير، وهذاك لو شونتور اللي كان داير الكونسير ما عقلتش على سميتو صراحه، كان باغي يطلع شي واحد في اون ستيج يعني معاه فوق الخشبه، وصحابي بداو كيشيروا عليا لان كنا القدام، وبيان سور لو شونتور الى في اتونسيون وقال لي طلعي وجي ريفوزي باك اور دو كيستيون انني نطلع، وجا لعندي والضوا وتابعينه وهبط لعندي وطلعني معاه. المهم واحد المنظر انا غرقت في حوايجي حشمت لواحد الدرجه لا تتصور، وجلست وقيله اون ستيج شي 2 مينوت كان كيغني وغنى ليا. المهم حشمت مي اون فان كونت سيتي ترو كول. 20 ما كنقدرش وما كنحملش نعس في الظلام اللي هو الكحوليه، ما كتشوفي حتى شي حاجه من غير لو نوار. واحد الوقيته كنت هكا، مي الا ما خفت نكذب واقيلا كاين واحد الحديث كيقول لك ما خصكش نعس في هذاك الظلام هكاك، ومن ديك الساعه سي بسيكولوجيك في دماغي ما نقدرش نعس في الظلام، يعني الا ما كانش داخل شي شويه ديال الضوء مع الشرجم وقدرت نحدد البوزيسيون ديالي في البيت ونشوف شنو داير بيا ما نقدرش نعس في هذيك الكحوليه ما يدوش عليا الناس. 23 كيعجبوني لي فواتور و سورتو دو لوكس، سي ما باسيون. شحال مره كنكون كنتمشى مع ماما ولا خواتاتي ولا وتنبقى نشوف كدوز شي طوموبيل زوينه وكنبقى نشوف حتى كينغزني بنادم اللي حدايا والله يلعن الشيطان جميع يعني شنو هادشي، وكنقول لهم هاد الدراما كنشوفش شكون اللي كاين في الطوموبيل، كنشوف في الطوموبيل مثلا الا كانت شي حديده زوينه. كنموت على الطوموبيلات. وقعت لي مره واحده في حياتي انني صقت اون فواتور دو لوكس منين اونكور اون فوا كنت في لي زيتازوني، و سيتي لو ميور سنتيمون بار رابور بيان سور للطوموبيلات، وهاد لا باسيون سيتي ان سنتيمون ميرفيو. بيان سور ما كانش الطوموبيل ديالي، مي رغبت وزاوقت باش يخليوني نسوقها واخا غير شي شويه غير باش نحقق هذاك الحلم واخا غير جوج دقائق. 24 كنبغي العروبيه والجبال، ولكن جو بريفير البحر و جو بريفير المدينه. نقدر نمشي للعروبيه مثلا يومين ولا 3 ايام سيمانه ماكسيموم، ولكن في ساعه كنتوحش الصداع ولي بوتيك ولا بوليسيون والويفي والضو. دونك العروبيه باش نمشي نبدل فيها الجو، ولكن باش نجلس فيها بزاف اولا انكور نعيش في شي بلاصه اللي ماهيش زعما كمدينه بزاف مازال ما مستعداش، يعني نقدر نمشي غير ندوز يومين اولا عطله قصيره مي ماشي بزاف جو سيبورت با. هو ما كنبغيش بنادم اللي كيكون جالس في شي قهوه ولا ريستوران ولا المهم مكان عام ويهضر بالجهد اولا يضحك بجهد، وسيرتو في الضحكه توقع بزاف وخاصه البنات كاين يجي وحدين كيديروا شي ضحكات ديال بوليس الادب. انا كان كيظهر لي انه الجلسه في اماكن عامه كاين واحد كاين ادب ديال الجلاس، خاص الصوت ديالك ما يتجاوزش زعما داك الجروب اللي انت جالسه فيه، وهذوك الناس اللي كيهضروا بجد ولا كيضحكوا بجد حتى كيوليو كلشي عباد الله كيشوفوا فيهم ما كنبغيش هذا البلان، وما كنبغيش نكون في شي جروب واقع في هذا البلان.
قبل البنات كانوا هادو 25 فاكت كيتعلقوا بيا. نتمنى انكم تكونوا اكتشفتوا شي جوانب ما كنتوش كتعرفوهم في شخصيتي، وهذا الشيء غادي يزيد يقربني منكم اكثر. نتمنى تكون جاتكم الفيديو خفيفه وعجباتكم. كندير لكم مليار دو بيزو كوم دابيتود، كنقول لكم تهلاو في راسكم، بقاو زوينات، بقاو بوزيتيف. ديسي لا بروشين فوا كنقول لكم مي شيري دامور كنموت عليكم، اي جو دي